أبو سعد من جدة الشيخ صالح يسأل ويقول: ما حكم من لم يأخذ بالرخص في السفر في ظل وجود السيارات والطائرات اليوم وقصر المسافات؟ نعم، الرخصة في السفر من قصر الصلاة، جمع بين الصلاتين، والإفطار في رمضان، هذه رخص رخص الله بها، وكونه يأخذ بها أحب إلى الله وأفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولكن إذا لم يأخذ بالرخصة وصام في رمضان وأتم الصلاة فهذا جائز، لكنه خلاف الأفضل. نعم.